الجالية العربية السورية في روسيا الاتحادية مع أصدقائهم الروس بالعدوان الإسرائيلي السافر على مواقع بريف دمشق. جاء ذلك خلال وقفة تضامنية مع سوريا شهدتها ساحة الشهداء في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة عيد الشهداء. أبناء سوريا في روسيا نددوا وشجبوا أعمال إسرائيل العدوانية المتكررة وقصفها الصاروخي لمركز الأبحاث العلمية في جمرايا، واعتبروا ذلك دليلا على مشاركة إسرائيل في المؤامرة على سوريا وارتباطها بالمجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من دول غربية وإقليمية وبعض دول الخليج، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الوطن الأم وشعبنا الأبي وقواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة قوى العدوان والإرهاب والظلام التي تستهدف سوريا وأمنها وحضارتها ودورها الإقليمي. وكانت ساحة الشهداء في موسكو شهدت اليوم تحت شعارات المجد والخلود لشهداء الوطن، وضمن الحملة العالمية التي ينظمها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وبرعاية سفارة الجمهورية العربية السورية وقفة تضامنية بمناسبة عيد الشهداء، نظمها فرع روسيا والرابطة المستقلة بالتعاون مع منظمات شبابية ونقابية وطلابية روسية لإحياء هذه المناسبة تقديرا وإجلالا لشهدائنا الأبرار في سبيل الوطن. إنني لم آتي لأعبر عن تضامني مع سوريا فقط، بل وليعبر عن إعجابي وتقديري الكبيرين بالشعب السوري العظيم. وأنا أدين العدوان الإسرائيلي على سوريا، ويجب على كل شرفاء العالم بألا يسكتوا وألا يظلوا مكتوفي الأيدي أمام الحرب المفروضة على سوريا. إننا ومنذ فترة طويلة اجتمعنا في الحركة وقررنا أن نقوم بحملة جمع تواقيع لدعم وتأييد سوريا في تصديها للحرب المفروضة عليها، ونحن ندين العدوان الإسرائيلي على سوريا كما ندين التدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية. جئت إلى هنا للتعبير عن دعمنا لسوريا، والشعب السوري قادر ودون أي تدخل خارجي على حل أزمته بنفسه. والعدوان على سوريا هو عدوان شرس يشترك فيه الأمريكيون والدول الغربية دون أي اعتبار للقانون. واليوم جئنا لنؤكد أن شعوب العالم كلها تدعم سوريا والشعب السوري، وفنزويلا أيضا تدعم سوريا، والنصر لنا. اجتمعنا اليوم لنحيي شهداء الوطن الذين سقطوا على أرضه وترابه الطاهر، واليوم نشاهد التآمر الفظيع على بلدنا ووطننا الحبيب سوريا، من تآمر عربي صهيو أمريكي إلى جماعات مسلحة إرهابية. نحن ندين هذه الأعمال. أبناء سوريا في روسيا وكعادتهم في كل المناسبات الوطنية أحيوا هذه الأيام ذكرى أعياد الجلاء والشهداء، مجددين العهد بالولاء والوفاء للشعب والوطن بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. التلفزيون العربي السوري، فهد كبناقش، موسكو.